غادي نمشي مباشره لحدا مستمعينا عند اختصاصيه فن طبخ والحلويات نزهه من طنطان. الو نزهه. الو اختي سناء. صح بس عليك واخيرا معنا نزهه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نعتذر منكم بزاف. لا بالعكس ما كاين حتى مشكله، يعني هذا هو المباشر ويعني هذوما الهواتف معنا ما نديرو. كون على خير. الله يبارك فيك. لاله المستمعات تحيه لهم كبيره ولجميع الطاقم وكل اللي كيعرف نزهه تحيه لكم كبيره بزاف بزاف. مرحبا بسلامك. شكرا. الله يبارك فيك. لاله خطك. نبدا معكم في الوصفات لان ايوه تفضلي. ايوه غنعطيك خبز بالحليب باندولي. واخا هاد الخبزات كيجيو زوينين. عندنا نص كيلو ديال الفورص، 500 غرام ديال الفورص. كنزيدوها 80 غرام ديال الزبده اللي كتكون رطبه بومات. وبيضه وحده وجوج معالق كبار ديال سنيده. ومعلقه كبيره ديال الخميره معجونه، واحد خماره وحده ديال الحلوه 7 غرام. والملحه، الملحه القياس اللي غايملح لنا واحد راس معلقه ولا نص معلقه صغيره. هاد العناصر كلهم في مره واحده، نص كيلو ديال الفورص، 80 غرام ديال الزبده، وبيضه، جوج معالق كبار ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، واحد خماره ديال الحلوه والملحه. غنبقاو نجمعو بحال كنعجنو الخبز عادي، نجمعو بالحليب دافي، كيكون الحليب سائل ودافي تقريبا واحد 4 لتر ولا 300 ملل تقريبا. المهم حتى تجمع لينا بحال الخبز عادي كيطلق وكيتبلك مزيان. كنخليوه كيخمر حتى كيضاعف الحجم ديالو. من بعد كنقسموه ل 9 ديال الكويرات. هاد نص كيلو كيعطينا 9 ديال الخبيزات. كل كويره فيها 100 غرام. وكنحاولوا نكبروهم بحال اللي كنكبروا الخبز، كنحطوا هذوك 9 ديال الخبيزات. من بعد كنرجعوا لديك الاولى اللي كورنا وكنقرصوها غير باليد دائريه، وكنحاولوا نلويوها جوج لويات تقريبا بحال اللي كنلويو بحال باش تعطينا باكيت صغير. كنحاولوا نلويوها، ومن بعد كنشدوا لي هذوك القنيتات مزيان باش ما كتفتح ليناش، وهذوك القرصه اللي قرصناها بصباعنا هي اللي كتكون في الطاوه. كندهنوا الطاوه، كنديروا هذا الباكيت صغير في الطاوه متباعد. من بعد كناخذوا نص كاس ديال الحليب سائل بالغدار ديال الياغورت خاوي. نص كاس ديال الحليب وصفار بيضه، وكنطربوهم كيعطينا واحد الخليط سائل، يعني نص كاس الحليب ماشي معلقه، نص كاس ديال الحليب صفار بيضه، وكندهنوا به هذا الباكيت الصغير. من بعد كنشرطوه ثلاثة ديال الفليحات، كنشرطوه بالكيتور قاطع الورق. ايه الكيتور. كنخليوه كيخمر ثلاثة ديال الشريطات مايلين. كنخليوه حتى كيخمر، وكنعاود ندهنوه غير شوية. وكنطيبوه في فران سخون من قبل، يعني بحال اللي كنطيبو الخبز عادي حتى كيتحمر اللون ديالو، فكيجي خفيف ويقدروا السيدات يديروه هومبورغر يعني مدور. ايه ولا علاش كنقولو كوميرات كيف ما عطيت. بالبالح بالحشوات، واللي يقدموه هكذاك في مع فعلا الدجاج ولا كيجي رائع بالصحة. ايوه ولا في الكوتا الوليدات ولا يديو معاهم هكا خبز هشيش هكا المدرسة، الله يعطيك الصحة. كيجي خفيف وكيجي رائع.